يسأل سائل عن معنى الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين أن يقول الشخص بعد اليمين معقبا اليمين في الحال إن شاء الله، كان يقول أقسم بالله لأضربنك إن شاء الله، فإذا لم يضربك لا شيء عليه لأنه استثنى، وفي الأثر من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، والله أعلم. السلام.